تقديرا لمسيرة عطائهم وجهودهم وتضحياتهم التي قدموها في ميدان العمل الطبي، وتكريما لرسالتهم السامية التي حملوها على مدى أعوام طويلة في مجال الخدمات الطبية، أقام فرع نقابة أطباء دمشق حفلا تكريميا للأطباء المتقاعدين وأسر الشهداء بمناسبة يوم الطبيب العربي في قاعة نقابة الأطباء بدمشق. نحتفل الآن بكل أطبائنا اللي غادرونا، إن كان بجسد توفوا انتقلوا إلى رحمة الله، واللي تقاعد عن ممارسة المهنة. نحن بتعرفوا نحن ما عنا سن معين لممارسة المهنة، في عنا أطباء بمارسوا المهنة لعام 90-80 إلى بيصير. فنحن جرت عادي بنقابة، في عنا في نقابة أطباء سوريا وخاصة فرع دمشق، أن نكرم كل طبيب غادر المهنة في حفل بيضم أهله، بيقدم له درع عرفان بجميل لما قدمه من خدمة وعلوم وتعليم لأجيال توارثت الأجيال الأخرى، تنتقل العلوم من جيل إلى جيل. تقدير للطبيب، وخاصة أن يتم فيه يعني طبعا تكريم الأطباء المتقاعدين، الأطباء الذي قدموا خدمة للوطن خلال مسيرة لا تقل عن 30 أو 35 سنة أو 40 سنة. طبعا هذا الطبيب كل حياته من خلال مهنته نذرة للوطن وأبناء الوطن. مهنة الطبيب طبيب إنسانية، وبالتالي الطبيب عمله ما إلى وقت، ما محدد بوقت، وطبعا يحتاج إلى كثير من الأعصاب القوية لحتى يقدر يقدم الخدمة الطبية للمواطن. نحن اليوم نكرم أسر شهدائنا عبر هيئة أسر الشهداء التي تم إحداثها في فرع دمشق الحزب البعث العربي الاشتراكي. نتمنى لكافة الأطباء المتقاعدين حياة سعيدة، المجد والخلود لشهدائنا من الأطباء. دمتم ودامت سوريا حرة أبيها. مسيرة عطاء حافلة بجهود مثمرة على مدى سنوات عديدة ليسجل التاريخ في صفحاته قصصا تحكي للعالم أجمع عن أبطال جعلوا الوطن شامخا بفضل دورهم العظيم في نشر الثقافة الطبية وتقديم التضحيات في سبيل وعزة وكرامة الوطن.